الرحيم نيابة على جمعية فرسان بن مطير نرحم بقناتي التواصل بلادي نيوز وأخبار مكناس. فبمناسبة تنظيم الجمعية بشراكة مع المجلس الجماعي التراب للسبعيون أيام تبوريضة في النسخة الثالثة لمهرجان التبوريضة مهرجان سبعيون للتبوريضة. فبطبيعة الحال أهداف ديال الجمعية كما هو مستار في قانون الأساسي وهو ربط الماضي بالحاضر لاستشفاف المستقبل، وتخليدا للذكرى السبعين لثورة الملك والشعب وعيد الشباب ارتأت الجمعية بأن تنظم هذه الأيام بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن مغربي من طنجة إلى القويرة لربط الماضي بالحاضر كما قلنا، واحتفال حتى يطلع النشأ والجيل الصاعد بما قام به الأجداد منذ 70 سنة بهذا الفرس والدور الفرس في تحرير الوطن من الاستعمار اللي كان تعرفه للمغرب المتمثل في الاستعمار الفرنسي وكذلك الاستعمار الإسباني في الجنوب وفي الصحراء المغربية. فكان للفرس دور كبير، فإيمانا منا بهذه وبهذه القناعة الراسخة لدى المواطن المغربي الأصيل تتشبث هذه الجمعية تربية هذه الخيول، وإن كانت مكلفة حتى يعلم الجميع، وإن كانت مكلفة جدا حتى يتمكن النشء من معرفة قيمة الفرس ويتسلم المشعل مستقبلا إن شاء الله، لأنهم هم رجال الغد، هم الذين سيتسلم المشاركين في هذا. نعم، بالنسبة لعدد المشاركين هناك 27 فرقة مشاركة، وبالمناسبة ترحب الجمعية بكل المشاركين وكذلك بكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. أولا السلام عليكم، مرحبا بكم. الشكر موصول بطبيعة الحال لبلادي نيوز وأخبار مكناس اللي جاوا باش يديروا التغطية الإعلامية لنشرها عبر قنوات المتاحة لكم. هاد أولا التظاهرة بطبيعة الحال تستحق هاد التغطية هذه. علاش؟ لأن هذا واحد المهرجان اللي ولات هذه أجواء اللي ولات الحمد لله بلادنا بفضل صاحب الجلالة نصره الله اللي فتح هاد الأبواب، اللي ولات الأقاليم ديالنا والجماعات الترابية مجموعة من الجماعات الترابية تنظم وتعيش هاد الأجواء وتذوق الشعب المغربي أو المواطن المغربي كتذوق التراث ديالو، كتردوا للتاريخ، كتردوا للتقاليد ديال والديه وديال جدوده. بالمناسبه بطبيعه الحال هذا الشيء كيدار بمناسبه العطله الصيفيه. كي كتعرفوا اليوم هذا المهرجان في شهر اغسطس، في شهر اوت 18 و19 و20 ثلاث ايام، هذا جزء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يكون واحد النسبة ديال العطلة اللي غتمتع بها الجالية المغربية القاطنة بالخارج. كتجي لهذه الفترة تجي لزيارة الأقارب، زيارة العائلات، زيارة الوالدين، وبنفس الشيء وكتصادف العطلة ديالها هاد الأجواء وهاد المهرجانات اللي كتنظم عبر هاد الإقليم اللي عشناه مثلا هاد الشهر هذا. اليوم تتنظم هذا المهرجان بمدينة السبعيون اللي طال كذلك ثلاث أيام. أسبوع قبل عشنا الأجواء ديال المهرجان اللي تنظم بمركز سوق القور جماعة أيت بوبيلمان. معنى هاد ثلاثة الأسابيع وأربعة الأسابيع هذه عطلة من متميزة اللي غادي يعرفوها الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا اللي عايشين في الخارج. الحمد لله اليوم كنعيشوا هاد الحفل هذا، نفتخروا بالفرسان ديالنا وكنفتخروا بالهوات ديالنا اللي كيبغيو الفرس وكيبغيو الفروسية وكيفرجونا. بالمناسبة كنرحبوا بطبيعة الحال بسكان إقليم الحاجب، سكان جهة فاس مكناس، كنرحبوا بجميع الضيوف
كنرحبوا بالضيوف الاجانب بطبيعه الحال. والله ينصر سيدنا. شارك معنا اليوم وهذه هي هذه هي تقريبا دابا النسبه اللي تنعيشوها اللي عشناها من خلال التجارب اللي سبقت. اليوم نفوق 400 فرس. 400 فرس ما يزيد على 400 فرس بطبيعه الحال. ما يمكنناش نستقبلوا جميع المجموعات اللي عندها السربات. البارح اضطرينا باش نرفضوا بعد هذا اللي ما عندهمش استدعاءات، لان ما غاديش يكفينا الوقت باش نشوفوا الى تعدينا مثلا 30 سربه ما غاديش نقدروا نتحكموا مزيان، والناس ما غاديش نتفرجوا مزيان، بحيث الى درنا واحد العدد كبير اللي غادي فوق هاد الايام ديال الفروسيه غادي نشوفوا مثلا واحد السربه مره واحده في 3 ايام، وهذا الشيء ما غاديش يكون زعما كيلائم هاد الهوايه ديال بالنسبه للناس اللي زعما مولوعين بهذه الهوايه. تيخصو الى جا خصو يدير على الاقل كل نهار يدير ثلاثه ضربات او ثلاثه او اربعه ضربات، والا غادي يجي واحد السربه ديال 20 دالخيل ضرب ضربه وحده وتبقى يومين ما تضربش هاي ما غاديش سميتو هذا المهرجان كيتنظم بشراكه مع جمعيه فرسان بني مطير. طبيعه الحال كاين واحد المجموعه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيتعاونوا معنا معنويا، واقفين معنا، اعضاء المجلس واقفين معنا كذلك، وحنا الشركاء ديال هاد جمعيه فرسان بني مطير اللي هي عندها تجربه في تنظيم هذا النوع من المهرجانات، وحنا كنشجعوا بحال هاد الجمعيات. وماشي هذه الجمعيه الوحيده اللي كنشجعوا، اي جمعيه عندها درايه بتنظيم تظاهره من التظاهرات كانت ثقافيه او فنيه او رياضيه او كذا الا وكنساهموا، وهذا الشيء مسموح به شرعيا، وحنا هذا هو الدور ديالنا اللي خصنا نقوموا به. كلمه اخيره بالنسبه للسكان السبعيون. سكان مدينه السبعيون الحمد لله اليوم كيعيشوا هذه الاجواء وكيتمنوا، وانا عندي اليقين حتى انا ولد سبعيون وولد اقليم الحاجم، كل ما نتمناه وهو نشوفوا هذا المهرجان ناجح، وما نتمناوش انه نشوفوا فيه شي ضرر او شي حد غدا يتضرب بالبارود او شي حد يتقاس او شي حد يطيح من الحصان ديالو او كذا. كنتمنى ان شاء الله السلم والسلام لهاد المولوعين وهاد الفرسان اللي غادي يفرجونا في هاد 3 ايام واللي غادي يفرجوا ابناء وبنات مدينه سبعيون. شكرا. بسم الله. اولا وقبل كل شيء معكم نجيه هلا مديره مهرجان سبعيون. هذا المهرجان اللي مشاركين معاه بشراكه المجلس البلدي مع جمعيه فرسان بني مطير، كنشكركم. واولا وقبل كل شيء المنابر الاعلاميه اللي مشاركه معنا دابا هي اخبار مكناس وبلادي نيوز، مرحبا بكم. بهذه المناسبه كنشكروا جميع ساكنه سبعيون وكنقول لهم مرحبا بكم بهذا المهرجان. هذا المهرجان هو كنعتبره انا عرس كبير اللي تعتبره كل أسرة مغربية عرس في دارها. مرحبا بكم. وبهذه المناسبة كنشكروا 27 سربة اللي راها عندنا جاية تحتفل بهذا الموسم هذا، اللي كنقول لهم مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وبهذه المناسبة عيد الذكرى 70 لعيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب كنهنيو سيدنا ونقولوا الله ينصره والله يشافيه، وكذلك ولي العهد
المولاي الحسن، ومرحبا بكم وشكرا لكم، وكنشكروا الصحافه، كنشكروا جميع المشاركين في هذا المهرجان. اولا كنشكروا السيد العامل عامل الاقليم اللي ما بخلش علينا وساعدنا بزاف باش ننجحوا هذه التظاهره وهذا الاحتفال وهذا العرس. كنشكروا كل من ساهم من قريب او من بعيد، والسلام عليكم.